بدأت وزارة الإسكان اليوم بتوزيع شهادات الاستحقاق لألف وحدة سكنية على المواطنين المستحقين في المدينة الشمالية، وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد. المدينة الشمالية تعتبر أحد أهم المشاريع التي قامت وزارة الإسكان بتنفيذها ضمن المدن الجديدة، وذلك من أجل العمل على تقليص قوائم الانتظار للطلبات الإسكانية خاصة القديمة منها. جهود متواصلة بذلتها وزارة الإسكان لحلحلة الملف الإسكاني في الآونة الأخيرة، واستراتيجيات وضعت تنفيذ توجيهات القيادة بتوفير المسكن الملائم للمواطن نصب أعينها. هذه الوتيرة التي عملت من خلالها الوزارة تمخض عنها السرعة في إنشاء المشاريع الإسكانية في جميع مدن وقرى المملكة، وبالتالي تقليص قوائم الانتظار بالأقدمية، ومن أبرز تلك المشاريع هي المدينة الشمالية. ما في شك أن طبعا مدن البحرين الجديدة هي ركيزة خطتنا الاستراتيجية، واللي حرصت الحكومة الموقرة على دعمها وتعزيز العمل فيها، وسخرت لها الميزانيات وكل الإمكانيات. والحقيقة أن أيضا الوزارات المعنية ولجنة الإعمار والبنى التحتية أيضا تدعم هذا التوجه من أجل أن احنا نصل إلى هذه المراحل. لله الحمد، طبعا المدينة الشمالية هي أول الخير، وراح إن شاء الله تتبعها المدن الأخرى. اليوم طبعا احنا وصلنا إلى نهاية برنامج توزيع 3000 وحدة سكنية. اليوم بدأنا نستقبل أول دفعات المدينة الشمالية، راح نستقبل تقريبا ما يعادل 150 مواطن يوميا، وحرصنا في الحقيقة أن تكون الإجراءات بسيطة وسلسة وميسرة للمواطنين. المواطنين يجون من أماكن بعيدة للوزارة، وحرصنا إن شاء الله الإجراءات تكون أسهل ما يمكن. طبعا في الأول والأخير كون الوزارة تعمل على توزيع 1000 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، ما في أدنى شك أن هذه راح يؤدي إلى تقليص من قوائم الانتظار بشكل ملحوظ، وأيضا هذه فرصة لمعالجة الطلبات القديمة، أصحاب الطلبات القديمة بشكل عاجل. وبعد أن شهدت هذه المدينة نسب إنجاز متقدمة، بدأت وزارة الإسكان اليوم في توزيع شهادات استحقاق لألف وحدة سكنية على المواطنين المستحقين من الخدمة الإسكانية، وذلك في إطار الجدول الزمني المعد لتوزيع 3000 وحدة سكنية تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. أقول إن شاء الله كل هاي الأمنيات ل 2020 تتحقق، والناس همها تشيل، لأن الأزمة السكانية يعني الظروف اللي الناس قاعدة تعيشها، يعني الحكومة ما قصرت يعني على الأوضاع هذه، وقاعدة تبذل كل جهدها على أساس توفر الوحدة السكنية حق المواطنين. يعني لا أشوفها أنا في البحرين بالنسبة حق الخليج، على قوة اقتصاد الخليج بالنسبة للبحرين، البحرين يعني البنية اللي قاعدة تسويها ولا في أي في الخليج أنا أشوفها، يعني رحت أنا كل محل، بس يعني السياسة اللي هني يتخذونها أفضل بوايد، يعني هاي دليل على الحنكة اللي يتخذونها. وأشكر الحكومة على سعيها حق مواطنين وراحة الناس. الحمد لله، نشكر القيادة، نشكرها ليل ونهار، نشكرها على الطلب اللي حصلناها من هذه السنين. الحمد لله، شكر لهم، الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله، ما قصروا يعني، ما قصروا، جزاهم الله خير. طيب متصنبي، الحمد لله استعنت وارتوحت، الحمد لله رب العالمين، وفرحت يا رب العالمين. الله عطنا تسلودي بالأسكان الوزارة، وخاصة البيت إن شاء الله، الملك ما قصر وعطانا بيت، الحمد لله بعد نسكن فيه مرتاح فيه إن شاء الله. نشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد، نشكر سعادة الوزير اللي قابلنا، شعورنا واجد مرتاحين وفرحانين. واليوم تحقق هذا الحلم، وولدي ينتظر مني جواب اتصال، يقول ماما بس تخلصين رني علي خبريني فرحيني. رحم الله والديكم، والله يجازيكم الخير، إن شاء الله الفال للباقين اللي ينتظرون،
ونشكر حكومتنا الله يحفظها، نشكر الوزير، نشكركم جميعا القائمين على هذه المشاريع. والله أنا شعوري بمجرد ما استلمت المكالمة كان شعوري يعني ما تصورينه، وأشكر القيادة يعني على اهتمامها بالمواطنين. أول واحد يا خلف شبدي جلالة الملك، هذا تاج العود على الرأس، وفاني واحد الشيخ خليفة بن سلمة، فالف واحد شيخ سلمة، وهم مشكورين وطول الله عمركم ما قصرت. اليوم تم استدعاء المواطنين لتوزيع شهادات الاستحقاق عليهم في خطوة تعد هي أولى درجات الاستفادة من الوحدات الإسكانية في المدينة الشمالية، حيث سيلي هذه المرحلة إجراء السحب الإلكتروني وتسليم العقود والمفاتيح مع اكتمال نسب الإنجاز بشكل كامل. الحلم اللي حلمناه تحقق إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى إلى كل البحرينيين إن شاء الله حصولهم على وحدات سكنية إن شاء الله. ونشكر القيادة على اهتمامها. الحمد لله استلمنا شهادة التخصص مال الوحدة السكنية، ونشكر القيادة. عايشين في قرية الحين يعيش في مدينة الحمد لله. طبعا أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد، وأشكر العاملين في وزارة الأسكان، كما أشكر الحكومة طبعا، وأشكر على الجهود هذا. وكنت نتمنى أن أنا أحصل في المدينة الشمالية، لأن أنا من باربار وأقرب لي في المدينة الشمالية. العالمين كنا فرحانين وما قصروا علينا، الخليفة الله يطول أعمارهم وصاحب الجلالة ما بيقصر، والله يخليهم ويطول أعمارهم وما قصر بعد الشيخ خليفة أبو علي شيخ سلمان، وكلهم الحمد لله رب العالمين، وتاج على راسنا بعد ما ننسى فضلهم. نشكر جلالة الملك، ونشكر سمو رئيس الوزراء، ونشكر ولي العهد الشيخ سلمان. حصولنا على الوحدة السكنية كان كلش حلم ما توقعته، يعني من كثر الوناسة حتى ما أدري وش أسوي يعني. الحمد لله ونشكر الحكومة والوزراء الحمد لله على كل حال. الحمد لله الله يعطي اللي ما عنده إن شاء الله. وأشكر الملك وأشكر الشيخ خليفة والشيخ سلمان وما قصروا، والله يطول بعمرهم ويحفظ الجميع إن شاء الله. أوجه شكري وامتناني إلى سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على المشروع الإسكاني اللي جهز في المدينة الشمالية. أنا شعوري من أمس يعني ما صدقت أنهم اتصلوا لي، حتى رديت رفعت التلفون وتأكد أن صدق وزارة الأسكان لما اتصلين فيني أو لا، والحمد لله مستانس وواجد مستانس، حتى فرحت يعني الأهل الوالدة والأخوان وكل الأهل الحمد لله. أنا مستانس بش اسمه، وأشكر القيادة كاملة يعني وزارة الأسكان ووزير الأسكان والكل، أشكرهم على الش اسمه تحت لنا الفرصة، وكان أمنيتي أن أنا أحصل في الشمالية والحمد لله توفقت في الأمنية لله رب العالمين. بعد الشعور طبعا يعني يتغير من شيء إلى شيء يعني، الحمد لله الحمد لله مستانس بالوضع فرحان يعني شيء طبيعي يعني سنين الحمد لله، لكن يعني على كل حال حصل المرادة في الأخير الحمد لله رب العالمين. هذه التوزيعات في المدينة الشمالية هي المرحلة الأولى، فبحسب خطط وزارة الإسكان فهذه المدينة ستشهد بناء أكثر من 15,000 وحدة سكنية، منها 1,000 وحدة سكنية تم توزيع شهادات استحقاقها اليوم تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3,000 وحدة سكنية. وزارة الإسكان انتهجت طرقا غير تقليدية في حلحلة الملف الإسكاني، من بين هذه الحلول هو بناء المدن الكبيرة كالمدينة الشمالية. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. وللحديث عن المدينة الشمالية معنا في الاستوديو المهندس سامي بوهزع. مساء الخير مهندس سامي. مساك الله بالنور فيك الاستوديو. حياك الله المهندس سامي. يعني لو نتحدث بداية عن آخر تطورات العمل في المدينة الشمالية ونسب الإنجاز، وأيضا تسليم الآن شهادات الاستحقاق للمنتفعين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أود في البداية أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لي على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لي للتحدث على عن مشروع المدينة الشمالية. طبعا توزيع الوحدات اليوم اللي بدينا بأول دفعة من المستفيدين
تأتي ضمن 3000 وحدة أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيعها. طبعا المدينة الشمالية تبنى على مراحل، بدينا الآن في ما يزيد عن 3000 وحدة سكنية بالخدمات اللي تحتاج هذه الوحدات. بتواصل إن شاء الله وزارة الإسكان بناء الوحدات السكنية والبنى التحتية المطلوبة، وصولا إلى إن شاء الله بناء وتوزيع 15000 وحدة. يعني اليوم هي الدفعة الأولى اللي تم اليوم، الله يسلمك، الدفعة الأولى من 1000 مستحق، من 1000 مستحق. نعم، مستفيد من مشروع المدينة الشمالية. نعم. طيب لو نتحدث أهمية الآن المدينة الشمالية كونها يعني مشروع إسكاني ضخم، دورة في حل حالات الملف الإسكاني خاصة بالنسبة للطلبات القديمة. أول حاجة أنا حبيت أؤكد على أن المدينة الشمالية تمثل محور أساسي من محاور خطة وزارة الإسكان الاستراتيجي لتلبية الطلبات على الخدمات الإسكانية في مملكة البحرين. هي طبعا المدينة الأكبر، هي المدينة اللي إن شاء الله بدينا إحنا بتحسين أو بإدخال تحسينات كبيرة على الوحدات، فيها رفع لكفاءة الوحدة من ناحية العزل الحراري، من ناحية البناء، من ناحية إمكانية توسعة الوحدة بما يصل إلى تقريبا 35% من مساحتها الحالية. كل هذه الله يسلمك يعني مميزات ساهمت في جعل المدينة مدينة جدا متميزة. المدينة مدينة متكاملة الخدمات، فيها المدارس، فيها دور العبادة، فيها المستشفيات، فيها المساحات المفتوحة والحدائق، فيها الجامعات، فهي مدينة متكاملة. نسعى إن شاء الله أن بعد التوزيع يكون يعني الجو المعيشي اللي بيخلق للمواطن المستفيد جدا مناسب، يرفع من مستوى الحياة. نعم. مهندس، يعني المدينة تقع على البحر. نعم. يعني أهمية هذا الموقع الاستراتيجي بالنسبة لها على البحر، يعني هل رأيتم وجود مثلا مرافق ترتبط بالبحر؟ نعم. أول حاجة المدينة مثل ما أسلفت يمكن الذكر، المدينة متميزة فيها. نعم. بعض المرافق اللي راعيناها عند إعداد التصميم فيها تقريبا 31 كيلو متر متصل من السواحل أو الواجهات البحرية. فيها 5 سواحل عامة مسموح للمواطنين أو مفتوح للمواطنين الاستفادة منها، فيها كذلك المرافق. فبالإضافة إلى أن كذلك فيها مثلا ما يقارب من 9 كيلومتر للدراجات. نعم. فيها كذلك فيها مسارات 31 كيلو، عفوا 120 كيلو متر مربع يعني المشي. فمنطقة جدا متميزة، منطقة تراعي كذلك مثل ما أسلفت تحسين نوعية الحياة، خلق كذلك الاستفادة من الواجهات البحرية الموجودة، السواحل، فهذه كلها أخذت بعين الاعتبار. يعني بهذه المواصفات حتى ممكن تستقطب حتى زوارنا يزورون المنطقة ويستفيدون. هذه شيء أكيد، هذه من المؤمل أن يكون هذه كيعني باكورة جهود الحكومة في تحسين. نعم. نوعية. طيب مهندس سامي، لو تحدثنا عن دور القطاع الخاص في إنشاء هذه المدينة. نعم. وتعاون وزارة الإسكان عموما مع القطاع الخاص، خاصة حتى يعني بالنظر المستقبلية، خططكم المستقبلية للتعاون أيضا مع القطاع الخاص. المدينة الشمالية هي كانت أو ضمت أول مبادرة لشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع سكن اجتماعي. طبعا هي بتكون انطلاقة إن شاء الله حق وزارة الإسكان، نأمل في بعد نجاح التجربة الأولى في تعميم هذه على مشاريع أخرى. نعم. في المدن الإسكانية اللاحقة اللي إن شاء الله الآن قيد التنفيذ أو ستنفذ إن شاء الله في القريب إن شاء الله. نعم. مهندس سامي فازع، شكرا جزيلا لك، شكرا على التوضيحات. حياك الله، الله يسلمك. شكرا.